كابتن ربيع ياسين من ال يعني انا اول ما اتعين الكابتن ربيع ياسين يعني كمدير فني للمنتخب الشباب انا ما كنتش مصدق نفسي الصراحه. كان يعني حاجه جميله جدا ومبسوط جدا ان شخصيه الكابتن ربيع ياسين وهو مسك منتخب الشباب وهو عمل تاريخ قبل كده للمنتخب بتاع 93. يعني انا قلت لا لازم الشخصيه دي والمدرب الكبير ده انا اتعلم منه حاجات كتير قوي. وفعلا يعني كابتن ربيع من كل يوم بتعلم منه حاجه وبحب شغله جدا، بيحب يطلع اللعيب على مستوى عالي جدا، بيحب يعمل جيل للبلد لمنتخب مصر. عشان كده يا رب ان شاء الله يعني بنقول له الكابتن ربيع ان شاء الله يعني كل جهاز المعاون ان شاء الله نكون عنده حسن ظنك ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله ونشرفك باذن الله للمنتخب مصر. وكلنا متعاونين وكلنا معاك يا كابتن ربيع وان شاء الله تشوف المنتخب الشباب ده حاجه كبيره ان شاء الله وتشرف الكره المصريه باذن الله. كابتن ربيع حاجه جميله زي ما بقول لك كده، يعني احنا لفينا مصر كلها في البدايه. يعني كابتن ربيع ما بيحب يعني الشغل ده عنده اهم حاجه عنده، ولازم نتعب، يقول لنا احنا لازم نتعب وربنا كده يكرمنا. يعني بنتعب بنلف بنشوف هنا مش فاهم يعني مش في حته بنبص على الانديه الكبار الاهلي والزمالك، لا بيبص على الانديه الصغيره الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه وفي الاقاليم. يعني احنا لفينا جميع المحافظات، اه والله العظيم لفينا جميع يعني محافظات مصر كلها. يعني ده فعلا ما انا بقول لك ده بستفدت منه حاجات كتير قوي. يعني ده بيوريك ان ايه تتعب وتبقى مخلص في العمل بتاعك. والحمد لله يعني انا شايف يعني في الفتره اللي فاتت المنتخب بقى شكله جميل جدا الحمد لله. الناس بقت الحمد لله بقى شايفين المنتخب منتخب الشباب عشان مع كابتن ربيع ياسين. مع كابتن ربيع ياسين يبقى في انجاز في حاجه كويسه وان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. انا مش عايز اكبره طبعا، هو اخويا الكبير هو بيقول لنا انتوا ولادي واخواتي صغيرين وبيعامل يعني اللاعب ده عنده اهم حاجه. يعني مثلا انا مثلا بكلم اللاعب وبقول له بس لا قول لي لا لا هو يروح جايبه ويطبطب عليه ويفضل بقى ايه عنده يشوف ايه عندك مشاكل. يعني اب بالنسبه له وبتاع يعني حاجه جميله جدا. اما بالنسبه لنا بقى يعني احنا ايه كل يوم في مشكله عندك في حاجه في دلوقتي تعالى الشغل ايه، طب تعالى احنا نقعد مع بعض، طب نقعد بقى ساعات بقى بنعمل تحدي كده مع بعض كده. هو يعني بيقول لي اتحداك بقى في ايه في الكوره كده، وانا قلت له يا كابتن خلاص اتمرنك بقى عشان هو يصبر. انت غير عاديه بيلعب يعني كل يوم وانا عارفه بيلعب وجاهز. يعني عشان كده يعني ليه طبعا نفشات وحاجه جميله جدا. واحنا قاعدين كلنا احنا اسره واحده، هو بيعملنا اسره واحده كلنا وبيحب يعني بيقول لنا في شوره وفي كلام مع بعض ونتكلم مع بعض في حاجه لو انا محتاج حاجه تقولوا لي بتاع الحاجه. لا بيعملنا معامله جميله جدا. يعني احب اقول لكابتن ربيع ياسين ان هو شخصيه محترمه جدا وشخصيه وطنيه وبصراحه ربنا يعني انا قبل ما اتعامل معاه كان حاجه كبيره بالنسبه لي ان انا اشوف كابتن ربيع ياسين. لما اتعاملت معاه وهو مدرب منتخب طبعا ومدربي في المنتخب فدي حاجه كبيره بالنسبه لي. وهو بصراحه ربنا شخصيه وطنيه جدا، يعني كل كلامه معانا ان احنا نكون وطنيين، يعني بيحببنا في ان احنا نعمل حاجه عشان بلدنا كاننا مثلا اللي هو بندافع عن اسم بلدنا بكل حاجه بكل الطرق. غير ان انا اتعلمت في النادي الاهلي عن الروح وكل حاجه، بس طبعا تيشيرت منتخب مصر وان هو يعلمني مثلا يعني ايه العب باسم منتخب مصر دي حاجه كبيره جدا. وهو طبعا الثقه في النفس وان انا يعني يكفي ان انا بس اتمرن او اتكلم او هو يتكلم معايا يديني حماس يديني روح منتخب مصر يديني روح لاعب وطني لاعب دولي. لا طبعا كابتن ربيع حاجه كبيره جدا ورمز طبعا من رموز النادي الاهلي ومنتخب مصر، فدي حاجه كبيره وشرف لي طبعا ان انا يعني اتكلم عليه. بس كابتن ربيع ياسين شخصيه محترمه جدا ورمز من رموز النادي الاهلي ومنتخب مصر.
يعني انا كابتن ربيع ياسين، بغض النظر ان هو كان، انا كنت اول ايام كنت بروح اختبارات اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، وكان بيشوفني ومتابعني، كان مثلا يصبر يعني مثلا يحاول ان هو يزهقني مره واثنين وثلاثه لحد ما خدني وجابني موجود معانا مصر عمان، وسجلت الحمد لله وجابني المعسكر اللي بعده، وقعد يتكلم معايا ويقول لي مثلا ان انت لعيب كويس وشد حيلك، وانا شفتك مره واثنين وثلاثه وصبرت عليك وهجيبك معانا الفتره الجايه، واتكلم معايا كتير، وفعلا جابني ماتش عمان واديت بشكل كويس واتكلم معايا، وكنت موجود المعسكر اللي بعده، وحاولت يعني اللي انا اظهر بصوره كويسه واكون قد الثقه ان هو اداها لي، والحمد لله يعني حاولت ابقى قد المسؤوليه والثقه اللي هو اداني يعني الحمد لله. بشكره على الفتره اللي الواحد بيقضيها معاه، سواء اللي هي بتبقى 10 ايام دي او 12 يوم المعسكر بتاعنا، الواحد يعني بيستفاد من خبره ومن الشغل بتاع كابتن ربيع، يعني مفيش بعد كده خبره يعني. بس قول لي يا شادي، اول ما رحت المنتخب الكابتن ربيع قال لك لا مفيش، هو دايما بيتعامل مع كل الناس ان هي زي بعض، يعني ما بيتكلمش مع حد لوحده، او كلنا فرقه جماعيه يعني، بيتكلم معانا بشكل عام، ما بيوجهش كلمه معينه لحد معين يعني. بس ابرز الامور بقى اللي انت اتعلمتها من كابتن ربيع في الملعب، وبعد كده نتكلم على خارج الملعب. لا هو الشخصيه دي اهم حاجه عند كابتن ربيع بصراحه، يعني هو بيتكلم الشخصيه بتفرق تفرق في الملعب وبره الملعب، فهي دي اهم حاجه عند كابتن ربيع، ان اللاعب يبقى عنده شخصيه في الملعب وبره الملعب. كابتن ربيع ياسين دايما بيقعد معانا يتكلم معانا عن شخصيه اللعيب، عن ثقافه اللعيب، بحاول اتعلم منه على قد ما اقدر يعني، كتير جدا يعني اتعلمت منه حاجات كتير جدا في الفتره اللي انا قعدتها معاه في تونس دي. لا اتعلمت منه كتير جدا، طور من شخصيتي ومن ثقافه اللعيب. لا بيشتغل معانا كتير جدا يعني. كابتن ربيع اتكلم معايا قال لي، يعني انا ده كان اول معسكر ليا في تونس، اتكلم معايا يعني وقال لي انت لعيب كويس، واتكلم معايا قال لي انت لو مش كويس ما كنتش جيت معانا هنا. بس فيعني كان مدينا ثقه كبيره جدا، وشاركت هناك في اكتر من مركز، ويعني الحمد لله الواحد بيحاول يطبق الكابتن ربيع بيشتغله معانا في الملعب يعني، ويحاول يعمل اللي عليه. طبعا الكابتن ربيع انا كلنا في المنتخب مش بنعتبره ان هو مدرب وبس، لا ده اب لينا كلنا، وهو اول حاجه بيعملها مش ان هو بيخلينا ان احنا في الملعب كويسين، لا هو بيخلينا نحافظ على الصلاه، بيخلينا نحافظ على النظام يعني كل حاجه، وهو بيتعب كتير معانا، ما بينامش كتير عشان بيقول ان دي مسؤوليه كبيره، احنا بنمثل مصر كلنا، فانا بقول له ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه ونقدر نعمل حاجه لمصر، وان شاء الله انت اضافه لينا وقدوه لينا في كل حاجه، يعني انك لعيب دولي قديم، و اول حاجه برضك ان هو بيخلينا نحافظ على الصلاه بطريقه حلوه جدا. بس فانا برحب بيك يا كابتن ربيع، وبنشكرك على كل حاجه انت بتعملها معانا في المنتخب.